السلام عليكم، معكم مروة من مدينة المحمدية الفاعلة الجمعوية من جمعية البصمة للخير، رئيسها هو السي محمد قالة. احنا سنهضروا في بغينا نهضروا في هذا الموضوع ديال الممثله القديره، وما يشرفناش نقولوا لها الممثله القديره، بالنسبه لنا سناء عكرود اللي خرجت بهذا اللايف اللي ساءت المراه المغربيه، اللي ساءت المراه المغربيه، اللي تقول لك واخا المراه المغربيه تكون متزوجه يعني عشقت واحد الرجل اخر تمشي معاه، يعني تمارس معاه الحياه ديالها. وبالنسبه لينا حنا، بالنسبه لينا حنا رحنا سناء رحنا في دوله اسلاميه، ما حنا ماشي في دوله في دوله منسونيه، يعني واخا دوله منسونيه راه ما يمكنش لينا الاخت سناء تخرجي بهذا التصريح في القناه ديالك، يعني راه ما شرفتيش المراه المغربيه وما شرفتيش ممثلات، راه انت سأتي بالممثلات، يعني سأتي يعني بواحد سوء بواحد الممثله، حشومه وعيب تخرجي بهذا التصريح في اللايفات ديالك، يعني خرجي بواحد التصريح زوين، خرجي في القناه ديالك اللي حنا متبعينك بحال هدى صدقي، القناه ديالها تبارك الله اللي سنستافدوا منها من طياب من الجولات اللي تدير من اي حاجه. بالنسبه لك انتيا كممثله وممثله قديره ودرسي جميع درسي بزاف ديال التماثيل بحال رمانه برطال تبارك الله اللي يعجب كاع المغاربه واللي تفرجوا فيه تبارك الله المغاربه سواعده اماريين، يعني هذا التمثيل وعجب العالم كامل. وبالنسبه لك انت باش تخرجي في هذا اللايف وتخرجي تسوئي المراه المغربيه راه قاضيه، المراه المغربيه راه محاميه، المراه المغربيه راه طبيبه، المراه المغربيه صحفيه، المراه المغربيه راه برلمانيه بحال المراه المغربيه راه عمده مدينه مراكش بحال فاطمه المنصوري اللي تنحي دينيه المراه موعدة دينية، يعني ستعطي الإسلام، ستعطي درس في الإسلام. بالنسبة لك انت راه سأتيهم، وبالنسبة أنا سنطلب من الممثلات ديال المغرب كامل باش يخرجوا باللايفات ويعارضوك الأخت سناء، راك سأتي المرأة المغربية وسأتي الممثلة، بالنسبة لك انت كممثلة راه سأتي الممثلات، يعني درتي بحال الممثلات بحال حشومه. هذا اللايف اللي خرجتي به راه حشومه وعيب بالنسبه لنا حنا في المغرب، وعندنا مليكنا الله يخليه لينا، الله يطول ليه في عمره والله يشافيه لينا. وحنا سنطلبوا من السي حموشي، من السي عبد اللطيف الحموشي مدير الامن الوطني، باش يدير هاد السيده راه ساءت المراه المغربيه، راه حشومه. حنا كجمعويين حنا كنا غنوضوا ليها، يعني سنطلب انا كاع الجمعويين ديال المغرب كامل ينوضوا لهاد السيده، حيت هاد السيده كنا محصرمينها وكنا نتفرجوا فيها في التماثيل ديالها، وبالنسبه لها هي كي ساءت المراه المغربيه راه حشومه ديري توصلي للمراه المغربيه بحال هاد الجرأه. اشنو نوع الاساءه اللي ساءت المراه المغربيه؟ اشنو نوع من الاساءه؟ يعني بحال يعني واخا المراه المغربيه تكون متزوجه بحال الزوجه ديالك، يعني ما عجبتيهاش حتى تمشي مع واحد اخر، ولكن انت ما غتبغيهاش كراجل، انت كراجل وكصحفي ما غتبغيهاش انت. اباحت المرأة المغربية الزوج والخليل. الزوج والخليل، يعني باحث الزوجة والزوج، يعني ساءت الزوجة وساءت الزوج، وحنا تنطلبوا بعد القنوات راه ناضوا لها، وتنطلبوا من الرجال يعني تا هما ينوضوا لها باللايفات، تنطلبوا من شي رجال باش يعارضوها، وتنطلبوها باش تحبس من هاد المزالة اللي باركه غدا فيها، راه بدات تخرج في اللايفات اخرين وتترد على شي قنوات تبارك الله اخرين دابا تترد عليهم بالمعيور. بالنسبه لك انت كيما امراه مغربيه ومراه ممثله ومعروفه وقادره وتبارك الله وصلت عندي، راه التماثيل ديالك تبارك الله عليك وقاريه وبنت عائله، راه ماشي شي وحده يعني شي وحده ماشي مثقفه، تبارك الله راسي مثقفه، ما خاصكش تخرجي بحال هاد اللايفات، تخرجي بواحد اللايفات اللي نستافدوا منهم حنا كنساء مغربيات. هل بغينا نقولوا بان سناء عكرود دخلت جميع بيوت المغاربه وقلوب المغاربه ودارت واحد البصمه؟ بصح دارت واحد البصمه في قلوب المغاربه بداك رمانه وبرطال، يعني قلوب المغاربه دخلت ليهم، ولكن دابا خرجت من قلوب المغاربه، يعني بهاد اللايفات ساءت، يعني تتشوفي مرا كبيره ستقول لك شوفي ولدي وراني ولا بنتي وراني، يعني ديك الممثله اش تقول، يعني ساءت المراه المغربيه.
المرأة المغربية اللي تنشرفوها وتنحصرموها من هذا المنبر ديال الصحافة ديالكم. يعني راه ساءت المرأة المغربية وحشومة، حشومة تخرج بحال هاد اللايبات، عيب عليها وحشومة عليها باش تخرج بحال هاد اللايبات. يعني هي كممثلة خاصها تخرج بواحد اللايبات اللي نستافدوا منهم حنا، وحنا غنتبعوها. إلا دارت شي لايبات زوينين حنا غنتبعوها، غنقولوا هذه ممثلة ديالنا بحال الممثلات اللي كانوا اللي تبارك الله باقين، بحال فاطمة الشاي، بحال هدى صدقي، بحال تبارك الله راه بعد لائحة طويلة، لائحة طويلة، واللي ماتوا الله يرحمهم بحال رشيدة أمين، بحال توريا جبران، بحال تبارك الله، بحال هاد الممثلات تبارك الله كنا محتارمينهم وكبرنا معاهم بالتمثيل ديالهم، وكانوا محتارمين ديالهم وتزوجات تبارك الله، زوجات بالبيوت ديالهم، خلاو الأولاد ديالهم في المستوى بحال أمينة رشيد تبارك الله، الأولاد ديالها تبارك الله راه واصلين في المستوى تبارك الله، الله يرحمها في هاد الليلة. وبالنسبة لهاد الممثلة، هاد الممثلة بالنسبة لينا حنا ما كنقولوش ممثلة قادرة، ما غنقدروش نقولوها بالنسبة ليها ملي خرجت بحال هاد اللايفات. هاد اللايفات راه ساءت المرأة المغربية وساءت الإسلام ديالنا. واش ناقشتي هاد الموضوع مع النساء صحاباتك؟ كلشي تيلوحوا ليا، يعني الرأي ديالهم يعني ساءت المرأة المغربية. لا واش المرأة المغربية غير حسب الصديقات ديالك والجيران ديالك الجارات نتاعك، كيفاش خادوا هاد القضية اللي قالت الممثلة؟ يعني خدوها بسوء. بسوء. بسوء يعني بحال ساءت المرأة المغربية. ساءت، لا ماشي ما ضد أم لا ضدها هي، يعني المرأة المغربية ضدها، ضدها المرأة المغربية، يعني راه حشومة وعيب كاع تخرج بحال هذا التصريح، والله حتى حشومة وعيب بالنسبة لك انتي كممثلة، حشومة وعيب تخرجي بهذا التصريح، وحشومة وعيب تخرجي بهذا اللايفات وتسوقي المرأة المغربية. راه انت تي مغربية وانت تي في بلد الإسلام، ملي ما عجبكش المغرب خرجي منه، انتي كممثلة تقدري تخرجي من المغرب، ما تبقايش في المغرب. بالنسبة لك انت كممثلة ما بغيتيش تبركي في هذه البلاد، ما عجباتكش هذه البلاد ما تبركيش فيها، انت كممثلة ما عجباتكش هذه البلاد ما تبركيش فيها، علاش؟ ما عجبكش هذه البلاد ما تبركيش فيها. الأخت موار كلمة أخيرة توجهها لسناء عكرود. بالنسبة لي أنا سناء عكرود تنوجه لها كلمة أخيرة من عندكم أخويا، بالنسبه لها باش تحبس من هذه النزاله اللي باركه دايره في هذه اللايفات اللي تتسوء المراه المغربيه، راه تتسوء المراه المغربيه وساءت المراه المغربيه. يعني المراه المغربيه يعني واخا عندها الزوج، يعني المراه المغربيه واخا عندها الزوج راه سماتها سناء عكرود بانها فاسده، يعني واخا بولادها واخا بالزوج ديالها، يعني سماتها هاد الممثله بان المراه المغربيه كلها فاسده، ولو المراه المغربيه محتارمه راسها وفي يعني في الدار ديالها ومع الاولاد ديالها، ولو تكون ربت بيت، يعني هاد الممثله راه ساءتها، ساءت المراه المغربيه، المراه المغربيه ساءت هاد سناء عكرود، يعني المراه المغربيه دارتها كلها فساد. يعني ملي تقول لك بان انا ما عجبكش راجلك سيري مع راجل اخر، مارسي مع راجل اخر، عيشي مع راجل اخر، هادشي راه ساء الاسلام ديالنا وحشومه وعيب. انا من هذا المنبر تنوجه ليها رساله لسناء عكرود، تنقول لها حبسي من هذا اللايفات، الله يخليك حبسي من هذا اللايفات، وتنطلب من الممثلات ديال المغرب كامل باش يوقفوا هذه المزاله ديال هذه السيده. اذا شكرا لك الاخت مروه، كنت مع الحوار فريق من مدينه المحمديه، اذا شكرا لك.